سلام، انا رجعت لكم بفيديو جديد. صلوا على النبي ويلا نبدا. قبل ما ابدا الفيديو حابه اقول لكم اني صوتي متغير لاني مزكمه، فما عليكم من صوتي. وفيديو اليوم هو اني راح صير شغاله للمره الثانيه والثالثه ما ادري في ماب البيوت. فيلا نبدا. يوم هذا كيف شكله؟ ما علينا ويلا نبدأ نسوي الفيديو كان عشان اشتغل فيها. اوكي، لقيت هنا ما في ناس، احس انه ما في حد. اوكي، هنا في ناس قاعدين يسووا هوشة، اتوقع زي ما انتم شايفين قاعدين يتهاوشوا. اي تركوني بحالي، ايش هذا الاحلام العصر؟ Oh my god، هذا جديد والله. دوم ادري هذا جيم في ريلي ضحك. حريم يا حريم، وش هذا قاعد تسوي هنا كمان يا جنى؟ وش قاعدة تسوي انتي؟ اصحي اصحي يا جنى. يا جماعة احلام العصر والله. واو، هذا تحديث جديد اتوقع انه صح؟ انا ما خبرني انه هذا تحديث جديد وما اعرف كيف يجيبونه. اتوقع انه من هنا. واو ماي جاد، حبيته. هنا. واو، طبالة، بدي يكون طبالة. ياي والله مرة جد حسون، من جد والله الناس ينهد. كيف تطبل؟ كيف قاعدين تطبلون؟ واو صوتي انا ما ادري ايش فيها، صار لي يومين مختفي كذا من كذا ما قاعد اسوي فيديوهات. اوكي، ما في دكاترة حقي او قاعدة مين يبغى شغالة؟ خليني اقول لهم كذا، هنا قاعدين مين يبي شغالة؟ ولا غير السيرفر، لأن السيرفر عنصري يا جماعة، السيرفر عنصري بشكل مرة. يا جنى عايزة شغالة يا أخي، غور من هنا يا هو. أنا طيب، وين بيتك بقى؟ قوليلي وين بيتك. لقيت لي بيت وراح صير شغالة. ايه انا شغالة النهاردة، وعندي الست جنى كانت تعزف بيانو، الحين صارت بنت بيت ام. اوه بيتك كتير حلو، شو هالبيت اللي بيعقد؟ عن جد بيتك كتير حلو عن جد. وين غرفتي عشان احط شنطتي؟ ما وجدتك راحلا. هو مين دلع الباب يا جنى؟ هو ده حرامي ولا ايه؟ هو في ايه؟ مالكي ساكتة كده؟ اتكلمي، ده انا وتعبتي من الوقفة دي. هذا هو غرفتي اتوقع، لان هذا حمام. لا طبعا ما بغرفتي، بنتي. وش اللي بنتي؟ انا شغالة، انت تعرفي ايش يعني؟ انت بتقولي ايه يا ولية؟ انا عاوزة اشتغل، مش عاوزة اكون بنتك. انا عاوزة فلوس، مش عاوزة شو اللي شو. انا شغالة. عايزة شغالة ولا مش عايزة؟ طب ايه بقى؟ ليش جبتيني هنا اذا انت مش عاوزة شغالة؟ ايه القرف ده؟ مش عاوزة بنتك،
انا عايزة اكون شغالة. يلا ليش ما في حد في ذا الماب؟ هذا ليش كذا يسب؟ قلة حياة. في حفلة في المدرسة بكرة الساعة 7. الحين الساعة 8، اكيد الحفلة بدت من زمان، فخلينا نروح ننظف الحفلة لسه توها، فخليني أصير شغالة في المدرسة. هذا الحفلة شكلها حق VIP، كلهم سيارات فخمة. واو اميزنج، هلا والله، وش ذا الحفلة الفخمة؟ أنا خليني أضيفكم ماتشا وعصير ستروبري. ليش كلكم طلعتوا لما أنا جيت؟ حرام عليكم. تفضل يا نواف، استاذ نواف، انت رايح فين؟ انت رايحين فين يا جدعان؟ انا جيت دلوقتي، الحفلة متى كملت؟ هو كله راح في سيارته ليه؟ تفضل يا مصطفى، تفضل اشرب. ايه ده، ليش كلكم هربتوا؟ خليني اقول ميني بشغالة. ليش كي الدردشة شعرها صارت كبيرة؟ بليز مين يبي شغالة؟ أنا تعبت وأدور حد. ولكنني لما وجدتك راحلا بكيت حتى ربي يسرى. يا ربي ايش ذا الناس اللي ما حد يرد علي؟ ليش؟ حرام حرام عليكم. واو اسماء، اكيد تبين شغالة، بيتك مرة كبير، لازم ما حد يساعدك فيها، صح ولا لا يا جماعة؟ قولوا لي انتم. خليني اروح بقى واشوف اسماء فين. بيتها كله واضح، الرايح والجاي يقدر يدخلها. والله من جد يعني، يا لهوي انا غرقت بقى، فادوني انقذوني. مفيش حد هنا، انا راح اروح اختصار للشارع. ويه قلت له نواف تبي شغالة؟ ايه يس. طيب يلا وريني غرفتي. فضل البابا، بابا نواف ايش في يبغى اكل؟ خلى زوجتك. لا صوتي راح اكثر، اقول هنا المطبخ وتعالي اوريك غرفتك. طيب يلا وريني غرفتك، غرفتي قصدي، غرفتي انا وينه؟ وينها غرفتي؟ غرفة 5 نجوم. طيب مدام، ايش مدام؟ طيب بابا، طيب غرفتي هذا، خلينا نحط الشاي، حطيت الشاي. اوكي خلاني وراه، خليني انظف انظف انظف. انت وردة سندريلا، وردة بيضاء، قلبك احلى من واغنى من كل الاشياء. بيتهم مرة صغير، وين هم ينامون؟ هنا في سنسير. خليني اروح اشوف الغرفة، البيت الكامل. اوكي هنا غرفة ال 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 اوكي بيت صغير مرة. جتني كاتمة، زدت مين عن زنزلة
ما نقص، خليني جاهز الاكل على بال ما يجوا. وش اسوي؟ ما في شي في الثلاجه، راح اسوي اكلات جاهزه، وعلى اساس اني انا سويتها عشان يعطوني راتب. ايوه صح، ما اتفقنا على الراتب. خير يا طير، يعني الواحد ما يضمن الناس، لازم تضمنين نفسك. خليني أسكر الأضواء الحين، لأنه الحين شمس، وحرام إنه نصرف الكهرباء ولا شو اسمه هذا. خير تسكرون الباب عليا. وين الأنوار؟ الأزرار حق الأنوار ولا ما أدري. أيوه هنا. لا مو كذا، خلينا نفتح ذا ونقف نفتح. اوكي ما في ضوء. اوكي والحين وش اسوي؟ يعني انا لحالي في ذا البيت المعفن، استغفر الله. امزح. شو كانت حلوة الليالي والهوا يبقى نطرنا، وتجي وتلاقيني ياخدنا بعيد، هزم المي والآلي. عطشت، بماي، بدي ماي. الثلاجة اللي ما فيها موية، خليني اخذ موية من جيبتي، نشرب الموية. كنت كتير عطشانة. اقول اسمعني، ايش ذا الشغل؟ ما عجبني. اوف، انا بشتغل وبنفس الوقت ايش اسوي؟ يعني اروح عند بيان. بيان شغليني عندك، ابغى نفسي اشتغل في بيت كبير زي كده، بس ما حد راضي يشغلني معاه. خلوني اروح اشتغل في هذا البيت غصبا عن بيان وعنها بعد. مين هي عشان تمنعني؟ اوكي لقيتي نبتول. تبين شغالة؟ خير خير يا طير. اي والله، يلا طيب. لقيت بيت بنوتة. ليش ترفعيني يما؟ مروة شكلها يخوف. شو هاد؟ دوري لك غرفة. اوكي خلينا اروح. وش هذا الاسلوب؟ دوري لك غرفة، يعني لهالدرجة بيتك يعني فيها غرف؟ خلاص ما هنا غرفتي. هذا كم راتبي؟ بس بعدين اسأل عشان ما تطردني، شكلها عصبية مرة. او ماي جاد، يعني ما ادري ايش كذا الناس عصبية. خلينا ننظف الارضي. ليش نفس البيت يجيني كل مرة؟ ايش هذا يعني؟ خلينا لمع الارضية. بسوي حريق بس ما اقدر. خليني اغسل العدة لو سمحتي. قلتي لو سمحتي. شو هذا الادب ما شاء الله عليكي بتول؟ يعني اقول لها طيب قبل ما تقول جهزي الفطور. فطور
فطور ولا عشاء يا حبيبتي؟ جاهزة الساعة 8. قلت لك غلطتي، نادرة اني غلطتي. نسوي الفطور. سويت لكم لحم وساندويتش، وسويت لكم كمان هذا ما ادري وشو، بس يلا المهم اني سويت لكم اكل، واقعدوا وكلوا. لا جاهز، جهزت لك الأكل يعني مين كذا يدلعكم. خليني أسقي الأشجار. نسقي الأشجار وننظف الأرض. الجو كتير برد، لازم نشعل النار وهيك أجواء رومانسية، عرفتي؟ شغل كذا نايمين. ايه راح اقوله، تبي تاكلي؟ راح اكل في المطبخ. قاعد اكل انا مسكينة. يلا كل العشاء، العشاء برد. ليش ما تاكلون؟ مين هذي؟ ليش ما حد ياكل؟ بغسل يدي. جماعة ايش لكم؟ اسوي حريق واهرب، والله هذا اللي قهرب. راضي انضغط. او ماي جاد، لا بدي اختفى يا اخي. صار لهم ساعة قاعدين يغيروا الملابس، لو سمحتي ولو سمحتي. وبعدين معاكم كلي معانا. يا عمري كيوت، والله انا كيوت. تاي والله. مدام ايش اسمها كمان، اسمها مدام بتول، كتير كتير كيوت، فرح اكل معاهم. حمرو تقول ايش خدامة تأكل معانا؟ في حرامية دخلت في البيت. أنا أوريك مين أنت عشان تخرمي بيت مدام بتول. مين أنت؟ تعالي لهنا، تعالي لأوريكي شغلك. يلا يلا، والله العظيم مين انتي عشان تخربي بيت مدام بتول؟ وينها راحت هذه النتفة؟ تعالي لهنا، والله شفتك انت كمان. روح اطلع برا البيت، اطلع. والله العظيم اطلع بيت من مدام بتول، اطلعوا كلكم. الواحد ما يتعشى بهنا.
شفتك ايش تحسبي؟ ماني شايفتك، تعالي تعالي من هنا يا قلة هذا. واحدة هذا من أول قاعد تغير، خلاص خلاص يا جماعة. أنا مرة طفشت صراحة، دول مرة مملين، فخلونا نهرب. اهربوا اهربوا والله من جد، يعني مرة مو مملين، يعني ما عندهم كذا فعاليات، عرفتوا؟ خالتي طالع شارع قدام. اوكي جايز، لو عجبكم الفيديو والله صوتي بدا يتعبني لانه من اول قاعد اتكلم بالقوه يعني، فراح اني الفيديو هنا، ومعلش اني سحبت عليكم والله، انه صار لي مزكي مع 3 ايام، وان شاء الله حاجة اسوي فيديوهات حلوه ويعجبكم، واتمنى منكم انكم ترجعوا التفاعل زي اول. ولو عجبكم الفيديو لا تنسون تضغطون زر اللايك وزر الاشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتابعوني على الانستغرام، اذا عندكم اي قصة اكتبوها لي على الانستغرام، وبس احبكم، باي. نتابع نفسي ولا من كان تعبان، أبي أرتاح أبي أفهم وإيش أسباب التعب فيني، تعبت أذوق محتاجك كلمتني والهان، تعبت أشكي على يمي ولا غيرك يدري، ماك نيران تحرقني رغم هذا أنا بردان، وذكر ضحكة من عيونك غاصب عني تبكيني. هذا بتولوس والبنت كانوا يسرقون. أنا تعبان والله، لما صوتي كذا صار، لما أغني كذا يكون عندي بحة أغني. خذني في حضنك أبغفى، مطي ما غفيت ولا محت دموع عيني، سوي نفسك ما لمح، خدني في حضنك وبعثر روحي وانقضيت، هزي لي كتفي كل يا ريب، في احساس ماليني وفي خوف ودموع في عيني، مش قادر اجريها ظروف ما عنداني بتكبرني حبيب انساك، ظروف كتير تاني بتمنعني اكون مش هنكر حقيقة، حاجة حلوة وبريئة حسيت معاك بيها، طبيعي تتغير عشان بعدي شفت عذاب، طبيعي تتغير مدى بسهولة كده هتساب، تعب معاك حقيقي خلاص كلام كأننا ما قلته ما صحاش،
عمره فيك إحساس ضميرك حتى منزي تعبتي معاك حقيقي خلاص كلامي.